متحدون معا وقليلا ما يتحدون، لكن وحدها فلسطين توحدهم كما في كل مرة يجتمعون. وحدة تكتمل هذه المرة بمشاركة سوريا الغائبة منذ 8 سنوات عن اجتماع اتحاد البرلمان العربي. إذن فالخطورة أكبر من حجم القضية، هي صفقة بحجم وطن. يوحد الأردن الصف العربي، جمع طارئ للمرة 30 حول طاولة البرلمانات العربية. حشد في أرض الحشد إذن، والكلمات رباط لأجل القدس، كما هو الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، كما موقف قيادته وشعبه. نذكر بفخر واعتزاز الجهد المخلص الصلب الثابت والذي يجسده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بلاءاته الثلاث التي ما زال صداها يتردد في العالم، رافضاً لمشاريع مصادرة القدس والتوطين والوطن البديل، الأمر الذي مهد لموقف أردني استباقي يرفض صفقة القرن خدمة لشعب فلسطين ودعما لصمود أهلها. مهما تختلف وصوف الكلمة، هي في النهاية صفقة، قالت سوريا كلمتها. هل هي سرقة القرن أم صفعة القرن أم طعنة القرن؟ لا تهم التسمية، المهم أن المسروقين المصفوعين المطعونين هم نحن العرب، فالقضية من ألفها إلى يائها قضيتنا، نعيشها ونعيش من أجلها منذ وعد بلفور المشؤوم حتى وعد ترامب الأكثر شؤما. في الأثناء ومع غضب الشارع الفلسطيني، تؤكد بغداد الجريحة هي الأخرى، تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية. أخي الرئيس، مقدما أكرر طلبي في الجلسة السابقة لاتحاد البرلمان العربي بعقد جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العربية في فلسطين، وفي حد ذاتها ستكون رسالة تضامن مع شعبنا الفلسطيني من جانب، ومن جانب آخر رسالة إلى العالم أجمع بأننا لن نترك شعبنا العربي الفلسطيني يواجه مصيره لوحده، فإننا متضامنون، وهي قضيتنا المركزية وقضية شعوبنا بشكل عام. رغم تباين المواقف العربية الرسمية عشية إعلان الصفقة، إلا أن القناع لم يسقط عن الوجه الشعبي العربي، حالة ينقلها برلمانيو العرب مهما تبدلت المصالح أو تغيرت. اتفاق عربي بأن سرقة التاريخ والأرض بيد إسرائيلية وبدعم أمريكي، دعم يستبيح بلاد العرب الذين فعلوا بأنفسهم ما أرادته أمريكا. فإذا سقطت فلسطين صدقوني سقطت الأمة، فهل سمعنا فعلا الصرخة الفلسطينية؟ هل قرأنا جيدا وبهدوء بعيدا عن الانفعال والارتجال والتعصب الجهوي والمذهبي هل قرأنا الخرائط التي تتضمنها الصفقة؟ رفض التطبيع ورفض الصفقة ورفض التجارة على حساب القدس، كل هذا وذاك توصيات ثابتة، والثوابت لا تفرقها الخلافات العربية. أما ما قد قيل وما لم يقل بعد، ينسفه الوجدان الشعبي رافضا للغو الكلام أو كذب السلام، وباسم كل الشعوب العربية هكذا ينتهي كل الكلام. نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم، أقول هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.